أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من مشورة أسرية. إحنا لسه مكملين مع حضراتكم المشاكل والأسئلة اللي جات لسيدنا، بس رحبوا معايا الأول بنيفتح الحبر الجليل أنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيفتك يا سيدنا. أهلا بك سيدنا. يمكن المشكلة اللي معنا دلوقتي طويلة حبتين، هحاول اختصرها لنيفتك. هي بتقول اتجوزت هنا في أمريكا من تقريبا كاتبة من 20 سنة تقريبا، وجوزي قبل ما يجي كان في قبرص من 10 سنين. أول حاجة قالها لي وإحنا بنتعرف إنه كان عاوز يبقى راهب، بس والدته هي اللي رفضت. طبعا هو أسلوبه حلو جدا وهادي ومؤدب ومحبوب للناس كلها حتى الكهنة، بس من أسلوبه. لكن للأسف اكتشفت بعد الجواز إنه نصاب وكذاب ومخادع، ودي بعض الأمثلة. اتفقنا على أنه زي أي اتفاقات قبل الجواز أنه هيجيب لي خاتم شبكة وهنسافر أي حتة ونقضي شهر العسل زي أي حد في عيلتي، واتخطبت بهدية ذهب صغيرة على أنه يحوش ويجيب الخاتم على الفرح. ولكنه فاجئني وقال لي احنا مش هنقدر نسافر شهر عسل علشان ابونا في قبرص اتصل بيه وقال له ان الكنيسه محتاجه فلوس والا هيتحجز عليها وهتبقى مشكله. فطبعا انا صدقته، وعلشان شكلي قدام اهلي والناس قلت له خلاص ممكن نجيب خاتم فالصو علشان يبقى قدام الناس، وبعدين يبقى هات لي الخاتم بتاع الجواز. وفي الوقت ده كان معايا طقم ذهب كبير جالي من اخوه، طلبت منه يشيلهولي في البنك عنده لانه كان عنده فاتح حساب في البنك وانا ما عنديش، لانه كانش معايا ورق ولا حساب في البنك في الوقت ده. وبعدين عشان كنت خايفه ان الطقم يتسرق من البيت. وعدت كام سنه بعد الجواز وجوزي كان ماديا كويس وما كنتش بشتغل، وافتكرت انه ما جابليش خاتم الزواج ولا رجع لي الطقم اللي اديتهوله، طقم الذهب، علشان يشيله. ولما سالته كان بيطنش ومش بيرد عليا، وكل شويه اطلب منه انه يجيب لي الحاجات دي لانه ماديا كويس، وحتى ما افتكرتش انه يجيب لي ما افتكرش انه يجيب لي خاتم الشبكه اللي هو حدد ثمنه في محضر الخطوبه ساعتها $5,000. طبعا اتخنقت من اسلوبه ورحت مكلمه ابونا في قبرص علشان كنت فاكره انه اب اعترافه، وزي ما هو فهمني لقيت ابونا صدمني وقال لي انا عمري ما طلبت منه فلوس والكلام ده ما حصلش، الكلام ده كله كذب، وهو كان هنا بيعمل فلوس كويسه جدا وعمره ما جاب مليم للكنيسه، هي كذبه كده. وانت ليه ما سالتنيش عليه قبل ما تتجوزيه؟ وقال لي ان هو واخوه صعبين. وفعلا اخوه وقتها كان في مشاكل بينه وبين مراته ومتطلقين محكمه، وطبعا هو مخبي عليا اي تفاصيل وجايب العيب والغلط على مرات اخوه. نصب على اخويا وخلى اخويا ياخد قرض علشان يشتروا بيت، والبيت هيتكتب باسمهم الاثنين، لكن هو اخذ الفلوس وكتب البيت باسمه هو بس لوحده، وما رجعش الفلوس غير بعد سنين لما اخويا ابتدى يفتح بقه ويطلب فلوسه. وكان مستني انه يعمل ورق ريفاينانس للبيت، واخد من وراه 115,000 هوم اكويتي لون على البيت، وبعتهم مصر من ورايا وما جابليش اي سيره بيهم غير لما سمعته بيتكلم في التليفون وجاب سيرتهم. اشتغلت لمدة 2 سنين في شركة وكنت باخد حوالي $40,000 في السنة، وطبعا علشان احنا واحد خليت المرتب يتحط على الحساب بتاعه اللي باسمه، ولاني كنت فاكرة اننا واحد وما كنتش بعتبر فيه اي ما كنتش بعرف اي حاجة عن مرتبي خالص ولا بسأله، وهو كان بيديني مصاريف البنزين العربية الجاز ومصروف ايدي كاش في ايدي، وما كنتش بسأل على أي فلوس ولا حساب البنك ولا أعرف أي حاجة. وجيت بعد 2 سنين بسأل هو إحنا محوشين كام؟ قال لي مش محوشين حاجة. اتصدمت وقعدت عيط وما كنتش حاسة أني مصدقة لأني مش بصرف أي حاجة خالص لنفسي.
يا دوب مصاريفنا العادية اللي هو من الأول كان مكفيها. طبعا اتصدمت وقعدت اعيط، ولقيته اعترف لي انه اشترى شقة في مصر كنا اتفقنا اننا مش هنشتريها بسبب احداث الثورة وعدم الامان في مصر. طبعا كان تمنها ولا حتى نص الفلوس اللي اشتغلت بيهم في السنتين دول. جريت على الكنيسة علشان اشتكي لابونا، ما لقيتش اب اعترافي، بس لقيت اب كاهن تاني غير اب اعترافها يعني. هو اصلا وطلع وهو اصلا مش بيعترف. واول ما قعدت مع ابونا لقيته جه هو كمان قعد معانا، ومرضتش افضحه باي حاجه يعني. هي راحت تشتكي لابونا ومرضتش تحكي لابونا اللي حصل. بس قلت على موضوع شغلي لسنتين، وانه اشترى شقه من ورايا وانا ما اعرفش بيودي فلوسه فين لانه مرتبه حلو جدا. لقيته بيكذب وبيمثل الطيبه الزايده قدام ابونا، وبيقول انا بساعد واحد غلبان بديله $700 كل شهر ايجار بس ايجار سكنه. لقيت نفسي مش قادره افضحه واكذبه وسكت، بس خلاص رضيت وسكت. اشترى شقه من اخو صاحبتي في مصر ب 280 ألف، وبعت له الفلوس من هنا، وبعدين رجعها. مش فاهمه يعني ايه وبعدين رجع الشقه. غالبا رجع له الشقه باك وخد فلوسه باك. وطبعا كل الفلوس واي حسابات له اخوه هو المسؤول عنها بحكم انه معاه توكيل عام منه. طبعا من غيظي منه انه كل شويه يبعت لاخوه الفلوس اللي بيحولها من ورايا، ابتديت اطلب منه خاتم الشبكه كتير. جه في مره قال لي ان فلان قريبه سايغ في مصر وجاله فص خاتم لقطه 28 ألف دولار هيجيبهولك. طبعا انا استغربت واستقطرت المبلغ قوي. المهم قال لي انتي لما تنزلي مصر المره اللي جايه هديكي 10 آلاف تديهم له، والعشره التانيه هبعتها له على البنك. وفعلا نزلت مصر وديت له الفلوس واخدت خاتم، واول ما شفته اتفاجأت من رداءه مصنعيته. طبعا الباقي معروف يا سيدنا غالبا. وشكيت فيه ورحت مع صاحبتي وجوزها لثلاثه صياغ، وكلهم اكدوا ان الخاتم فضه وان قيمته بس 100 جنيه مصري. وديت له 10 آلاف دولار؟ ما هو غالبا بالاتفاق مع جوزها يا سيدنا يعني. وده كان سنة 2008. جريت بسرعة كلمت جوزي وقال لي اديه لاخويا وهو هيتصرف. وطبعا ولا الخاتم ولا تمنه اعرف عنهم حاجة بعد كده. عمري ما اشتكيت لحد خالص، ولا كان بيهمني انه يجيب لي ذهب، ولا يهمني انه يجيب لي الخاتم اللي هو اصلا من حقي. بس فقعدت 9 سنين ما نزلتش مصر. طبعا لو نزلت مصر الناس هيطلبوا يتفرجوا على خاتم الشبكة بتاع امريكا يعني. هي لحد دلوقتي كل الناس فاهمة ان هي معاها الخاتم بتاعها. رحت لابونا علشان اخد منه حل اقول ان الخاتم ضاع، او اقول اي سبب علشان مش عاوزة افضحه. ابونا اتضايق وقال لي لا لازم يجيب لك الخاتم وخليه يجي يقابلني. وطبعا هو ما راحش يقابل ابونا. وبعدها بوقت قليل اب اعترافي اتنيح، وفضلت اكتر من 10 سنين مش قادره اعترف عند اب تاني واحكي له، لان كل الاباء الكهنه بيحبوه جدا ومخدوعين فيه جدا، واخدين عنه فكره انه ملك من السماء لدرجه عرضوا عليه الكهنوت. وطبعا قلت له لو وافقت انا هروح احكي لسيدنا على حقيقتك، وهو بعد كده صاحب القرار. وطبعا هو بعدها رفض الكهنوت خوفا على سمعته ومنظره، واكتشفت انه بيكذب على الناس وبيقول لهم ان الخاتم ضاع مني، وانا ما قدرتش اكذبه علشان شكله قدام الناس، لان الناس واخده عنه انه ملاك من السماء. وكان ماسك عليا في الفلوس والمصاريف، وانا ما كنتش بطلب فلوس. او لما كنت بطلب فلوس يقول لي عاوزه فلوس يبقى تنزلي تشتغلي. وانا ساعتها ما كانش معايا ورق، ومعايا طفلين اقل من 3 سنين وماليش حد يرعاهم. على طول بيضربني وبيبهدلني لدرجه انه بيعمل لي كدمات في وشي، وبضطر ما اخرجش ولا اروح مكان علشان ما حدش يسالني ايه اللي في وشك. وانا اصلا ببقى مش عارفه انا بتضرب ليه يعني. هو غالبا بيضربها من غير ما تعمل حاجه. وما بطلش ضرب الا لما في مره قعدت اصرخ للناس واطلب منهم النجده.
واطلب واطلب من ابني انه يتصل بالبوليس. ساعتها خاف احسن الناس تسمع صراخي ويتصلوا بالبوليس. جالي منه في مرة انهيار عصبي بسبب كذبه والفلوس اللي عمال يخبيها ويبعتها لأخوه من ورايا، وحب يشتكيني لأخويا، راح متصل بيه وجابه يشتكيني علشان هو مش عارف انا بعمل كده ليه. كان فاكر اني مش هفتح بقي كالعادة، لكنه اتفاجئ اني بتكلم وبقول على كل حاجة، وطبعا هو انكر وعمل نفسه مستغرب من اللي انا بقوله. المهم اليوم عدى وتكررت انهياراتي. قال انا مش عارف انتي بتعملي كده ليه، انا هجيب اهلك يشوفوا حل معاكي. وبما اني مش عاوزة احكي لحد وافضحه، قلت له هات ابونا فلان بما انه من اهلي ونحكمه. لقيته بيألف عليا قصص صعبة قوي، وقال ان ابوه جه من مصر ولما راح جابه من المطار انا رفضت ادخله البيت، يعني ان بابا جه زيارة عندهم من مصر وهي رفضت تدخله البيت. انا طبعا انكرت لانه كله كذب وافتراء، واما قلت على شوية حاجات من اللي عملها معايا، لقيته ما دافعش وقاطع كلامي، وقال ان دي على مش قادرة افهم هي قالت ايه هنا. هي ما تلزمنيش ومش عاوزها، وانا همشي وهسيب لها البيت ونمشي في الطلاق لو هي عايزة. انا طبعا مستغربة ومصدومة من كلامه، ومعرفتش انطق غير اني قلت له انا ما استغناش عنك، يعني هي بعد ده كل ده قالت له انا مش هستغنى عنك. طبعا ابونا ما قدرش بحكم انه قريبي ومش عاوز يخسره، راح قال يا جماعة اتكلمي مع ابونا فلان، هو عنده خبرة اكتر مني في المشاكل الاسرية. وطبعا ندمت بعدها لاني حكيت قدام ابونا، لاني غيرت من صورته اللي كان واخدها عني اللي كان واخدها عنه، بالرغم ان هو اللي طلبه يجي. تعبت نفسيا جدا لاني خايفه يكون عامل فيا حاجه من ورايا، وبالذات في مره وقع بالكلام وقال له ان وقال انه كان بيمضيني كان بيمضي مكاني في ورق، يعني كان بيمضي مكانها على حاجات. ومرة قال لي انا لو انا مت انتي مش هتاخدي حاجة مني، ولو عايزة تاخدي فلوس من البيت لازم تدفعي فيه، يعني عايز هما تقريبا شارين بيت وعايزها تدفع معاه. وبعدين وقالت هو مأمن على حياتها عشان لو هي ماتت ياخد منها من وراها فلوس، لكن هو مش مأمن على نفسه، وبيقولها عشان لو انا مت انت ما تستفيديش لو انا حصل لي حاجة. واخوه بينكر انه بيبعت له اي فلوس في مصر، وبيقول انه ما عندوش حاجة غير نص البيت اللي هو ورثه من باباه، وده ده جزء صغير بس من اللي بيعمله معايا. مش قادرة احكي وادخل حد من الكهنة، مش عايزة اغير صورته، وكمان هو بيكذب وبيفتري عليا. وأب اعترافي الحالي بعيد حوالي ساعة سواقة، واخترته علشان ما يكونش في علاقة بينهم، ولو اتكلمت مغيرش صورته قدام حد يعرفه، بس للأسف مش قادرة ومش عارفة أعمل إيه. يعني أنا عندي تساؤلات عن شخصية الزوجة الأول. يعني هي قالت إنها بتتضرب لدرجة في كدمات، ده كان المفروض يبقى اكتر حاجه هي مهتميه بيها، لكن هي مش يعني قالتها في الاخر، وقالتها كده سطرين وخلص على كده، اكن دي حاجه انا يعني يعني عاديه، يعني كل اهتمامها بالفلوس. وبرغم كل اهتمام بالفلوس هي راضيه، يعني بقى لها 20 سنه عايشه بالهو بيديهولها، وراضيه بالهو بيديهولها، يعني على ما اعتقد هي متضايقه اكتر من ان هو بيخبي عنها، وان هو ما بيقولهاش، وان وعدها بحاجات ما نفذهاش. لكن ما اعتقدش انها انسانه ماديه، يعني لان هي بس برضو انا مستغرب ان هي مثل موضوع الضرب وده، يعني اديت له سطرين كده وسط الكلام وفي الاخر، وكل الكلام على الفلوس. الحاجه الثانيه ان بعد كل ده وهو اتهمها انها مثلا ما استقبلتش باباه وطردته من البيت والاخره، تقول انا ما استغناش عنك،
بيقول لها انا مش عايزك واطلقك، بتقول له انا ما استغناش يعني انا مش عنك. عارف هل دي قداسه ولا خوف، يمكن بتحبه يا سيد، مش عارفه يعني، ربما ممكن. بعد كده الكلمه اللي هي اللي قالتها كتير قوي قوي، ان انا مش عايز اشوه صورته. طبعا يعني ده نبل منها، بس ازاي تتعالج مشكله من غير ما يبقى في مواجهه؟ فدي بعض التساؤلات عن شخصيه الزوج. يعني الزوجه محتاجه هي تراجع نفسها، ليه هي بتتصرف كده؟ ليه موضوع الضرب ده خد حي الصغير منها؟ اهتمامها الكبير موضوع الفلوس ده، نقطه ان هي مش عايز تفضحه. طب ازاي هتتعالج المشكله من غير ما هي تقول؟ وهل هي يعني مش عايزه تستغنى عنه، ده حب ولا هي خوف للمستقبل؟ طب مين هيصرف عليا لو هي ما بتشتغلش؟ وخوف من تحمل المسؤوليه لوحدها، او خوف انها تكمل مشوار حياتها لوحدها، يعني تقول اهو وجوده معايا بكل اللي هو بيعمله ده احسن من بلاش مثلا. ممكن يكون كمان هي مش عايزه، هي قالت كذا مره ان هي مش عايزه تشوه صورته، ممكن علشان الولاد يا سيدنا، انه ما يسمعوش كلمه مش لطيفه على ولادهم. ده صح، بس ما هو هي لما تتكلم مع اصلا اب كاهن او كده، ابونا مش هيجيب الولاد يقول لهم باباكو شكله وصفته ونعته. يعني on the other side، يعني الزوج ده بيمثل الشخصية الفهلوية المصرية كده، يعني ان هو ايه متحكم في كل الفلوس، بيوضب حاله بطريقته. يعني هو واضح انه انسان مادي جدا. طبعا انا مش عايز احكم عليه ان انا ما سمعتلوش، بس انا بتكلم من وجهة النظر اللي هي she portrayed يعني in front of us. وهو بقى بيقعد بقى ايه بيوضب بقى فلوس، ان هو يبعت فلوس لمصري يشتري شقه هنا، مش عارف يدي لاخوه كام، يعمل لها لايف انشورنس، هو ما عملش نفسه لايف انشورنس. يعني ايه طب هو يعني لو هما بيحبهاش كده طب اتجوزها ليه؟ يعني ده سؤال. يعني ليه بتتعامل بالطريقه الماديه الصعبه دي مع زوجتك شريكه حياتك يعني؟ فده سؤال. يعني هل عبادة المال وصلت للدرجة دي يعني؟ فده نقطة. النقطة الثانية هو بيضربها ليه؟ هي بتقول انا ما اعرفش هو بيضربني ليه. فلو واحد قام بيضرب مراته من غير سبب، ده محتاج علاج نفسي. يعني الا لو في سبب وهي ما قالتهوش. وحتى لو في سبب، يعني انا ما ببررش الضرب، بس انا عايز افهم يعني هي ما قالتش. هي قالت مش ببقى عارفه بيضربني، مش عارفه بتضرب ليه. فلو واحد قام بيضرب حد من غير ما يكون في سبب، يبقى محتاج علاج نفسي. لو في سبب تاني، انا بقولش في اي، لا يوجد اي سبب في الدنيا يبرر الضرب لا يوجد. بس انا عايز افهم طب ايه السبب؟ يعني ايه اللي بتعمله يعني علشان بيستفزه للدرجات دي؟ النقطة اللي بعد كده اللي عايز اتكلم عليها بالنسبة للأخ ده، ان هو واضح انه ممثل بارع لدرجة ان الآباء كهنة كانوا رشحون يبقى كاهن، فده يبقى واحد فعلا ممثل بارع جدا يعني. مع كل اللي هي قالته يعني دي حاجة صعبة يعني. وغالبا هي برضو enabling him، يعني هي برضو لانها بتغطي على صورته، فهي بتساهم في ان الصورة اللي هو بيرسمها لنفسه دي الاباء يبقوا مقتنعين بيها يعني. علشان كده يعني انا شايف ان المشكلة دي عشان تتحل، وهي اللي هي اللي بتشتكي يعني، هو واضح ما عندوش concern. هي اللي بتشتكي، هي اللي راحت لابونا، هي اللي قالت له تعالى معايا، وبعد ما راحت لابونا بطأ في مره ما قالتش حاجه. هو عنده اعتراض على ايه سيدنا؟ ما على رايك يعني، هو متحكم في الفلوس وبيعمل فيها اللي هو عايز يعملوه، هي ما بتشتكيش وابدا يعني. فهي محتاجه تراجع مع نفسها النقطه اللي احنا قلناها، ازاي ممكن الصورة تتعالج، إذا هو يتعالج من غير ما يبقى في حد عارف القصة ويقدر يواجهه. الحاجة التانية، ليه موضوع الضرب ده مش واخد أهمية عندها؟
اوكي ولا هي مره بمجرد مره واحده حصلت. حتى لو مره واحده حصلت انا ما بقولش انها دي اوكي، بس يعني مره حصلت وخلصت، ولا هو انسان ضراب بيضرب وبتنرفز؟ هو تقريبا من اللي كاتبانا هو كذا مره، لان هي بتقول ما كنتش بقدر اطلع من البيت علشان. طب لو كذا مره يعني انا برضو عندي تساؤل ليه الموضوع ده مش واخد اهميه عندها. برضو قعدت 20 سنة مستحملة يعني. كويس انها قاعدة بتحتمل، بس كان في طريقة ان هي ممكن تلاقي حل، يعني عن طريق المواجهة الواقعية. لان برضو يعني اشمعنى النهاردة بتشتكي؟ انا بقولش ان مليش حق تشتكي. هل سيدنا ده بسبب انه احنا اتربينا في مصر انه لازم الست هي اللي بتحافظ على بيتها، ما ينفعش تطلعي اسرار بيتك بره، ما ينفعش تشوهي صورة جوزك حتى لو كان، لازم تستحملي ده صليبك وتستحملي، هل ده السبب ان هي استحملت كل السنين دي؟ ربما ربما، بس برضو تاني دي محتاجة يعني تصحيح مفاهيم. يعني في فرق بين احتمال وانا قادر ادافع عن نفسي واقدر احط باوندريز، وفي فرق بين احتمال وانا مش قادر ادافع عن نفسي. اوكي. الاحتمال الاولاني ده فضيله، يعني احنا حتى في القداس نقول للسيد يعني سيد المسيح احتملت ظلم الاشرار، بذلت ظهرك للصياد، خديك اهملتهم للطن. يعني لو في واحده بتحتمل كفضيله ولكن هي تقدر تدافع عن نفسها وتقدر تحط يعني حدود للإيذاء اللي بيحصل لها، دي حاجة فضيلة. يعني في قديسات كتير في سيرتهم عملوا كده، بس واضح ان ده مش موجود عندها لانها بتشتكي. اللي بيحتمل بالطريقة دي يعني سيدنا المسيح ما راحش اشتكى وقال جلدوني، او ما راحش اشتكى وقال صلبوني. احتمل بكامل ارادته، بالرغم ان هو زي ما قال لبطرس انا كان ممكن يعني اجيب ربوات من الملائكة وينهوا المشهد ان احنا موجودين فيه ده. فالمسيح احتمل بكامل ارادته، بس هي بتشتكي. يبقى اذا في مفهوم الاحتمال عندها غلط. وكان مفروض، ودي نصيحة لكل يعني الازواج حديثي الزواج، ان لما يلاقوا حاجة زي كده من الاول يهتموا ان هم يحلوها، ما يسيبوهاش. لما بتقعد فترات طويلة بيبقى صعب انها تتحل. في حاجات كتيرة لو يعني توز ادريست من السنين الاولى او الشهور الاولى للزواج كان ممكن تتحل، لو الطرفين عايزين يحل. شوفي انا من خلال خدمتي لما بيكون الطرفين عايزين يحلوا اصعب المشاكل تتحل. مفيش مشكلة ما بتتحلش. لكن لو في طرف واحد عايز يحل والتاني مش عايز يحل، دي بتبقى تحدي كبير. الازمة. تحدي كبير يعني. طب لو هي فعلا مش عايزة تحتمل او هي ما بتحتملش بخاطرها، بس هي بتعمل ده عشان اكيد ولادها كبروا وخايفة عليهم وعلى زواجهم والى اخره، هنا لازم تفكر ازاي. يعني انا اهم نقطة في اللي هي قالت كل ده بالنسبة لي هير سيفتي، يعني الفلوس بتروح وبتيجي ومحدش بيموت من جوع. لكن طبعا هي ليها حق في الفلوس، بس اللي انا عايز اقول لكن هير سيفتي انها تتضرب ويبقى فيها كدمات وكده، فهي لازم اول نقطة تهتم بيها ان هي تبقى عايشة سيف وفي امان. والضرب ده ما حصلش تاني. وبعدين بتقول هي كانت بتصرخ ان ابنها ينادي البوليس. طب يعني دي حاجة كويسة، انا عايز تحمي نفسها، بس طب ما ده بتتعارض مع اللي هي كانت بتقوله ان هي مش عايز تشوه صورته. طب ما لما يجي البوليس ويقبضوا عليه ويمشي في السب ديفيجن والناس كلها شايفة انه ماشي يعني في قصة مش مترابطة. يعني ف طب نيافتك شايف انه الاحسن انه هي لا لازم تدخل اب كاهن او لازم تدخل حد وتحكي له؟ طبعا وما فيش طبعا أوكي. لازم يعني لازم حد يتدخل، اب كاهن او حد متخصص لازم يقعد يسمع للطرفين.
لان زي ما بقول لك القصه كده حاسس انها مش مترابطه مع بعض. اوكي. انا ما بقولش انها بتكذب يعني ما بقولش كده، بس بقول القصه فيها علامات استفهام كتيره محتاجه انها توضح. فيا اما تشوف حد يكون متخصص في المشوره او تتكلم مع اب كاهن ويجيب الاثنين ويسمع منه ويسمع منها. وطبعا يعني ابونا بنعمه الروح القدس وهيقدر يميز ايه الكذب وايه الحقيقه يعني. يعني ان هو علشان هي بتقول ان هو بيعرف يمثل كويس ومثلا يعني موضوع ابرز ده يعني ما ابونا موجود ويشهد على ان هو ده كسب في الموضوع ده. يعني إذا هو عمل بيكذب ويتهم ويدعي ان هو بيدفع فلوس للكنيسه وبيدعي انه بيساعد واحد فقير ب $700 كل شهر وبيدعي كل الكلام ده، برضه حاجات يعني صعبه يعني. فدي كلها محتاجه تتعالج روحيا. لو الزوج محتاج يعني وافق ان هو يتعالج روحيا وربما يكون في كونسلنج معاهم والزوجه محتاجه برضه، ممكن يكون في صلح. بس زي ما بقول لازم امور كتيره تتكشف وهي لازم تقعد مع نفسها في الاول وتشوف الاسئله اللي احنا سالناها دي لموضوع الضرب ده مش واخد اهميه عندها او اولويه عندها، موضوع الفلوس، موضوع انها مش عايز تشوه صورته. طبعا حكايه الولاد انا موافق، بس الكلام اللي هيبقى مع ابونا او حتى مع كونسلر بيبقى كونفيدنشال. لا وكمان هي يعني اكيد الولاد شايفين المشاكل اللي بتحصل. هي قالت كمان انه الولد شافها وهي بتضرب. طب ما شايفينه يعني. ف محتاجه كونسلنج، محتاجه اب كاهن يتدخل. ولو هما الاثنين صراحه ومستعدين ان هما يصلحوا بيتهم، طبعا في حاجات كتير محتاجه تصلح. موضوع الفلوس اللي مستخبيه في مصر وانه مش حاطط لايف انشورنس على نفسه بالنسبه لها وشايل اسمها من البيت ويقولها مش هتاخد حاجه من ورايا، يعني ده اذلال وايذاء للزوجه. ليه واحده شاركته 20 سنه في حياته وسبورتت هيم وهو بيتعامل معها بالمزله دي؟ يعني ما فيش مخافه ربنا موجوده في القلب هنا، وبعدين بيمثل بقى انه قديس يعني مش صح. الموضوع صعب. سيدنا احنا المشكله كانت كبيره شويه، فاحنا للاسف وقت حلقتنا خلص، بس لسه عندنا مشاكل تانية جات لنيافتك. احنا ختاما بنشكر نيافتك جدا. نيافتك نورتنا وباركتنا. شكرا ليك يا سيدي. شكرا ليك. أعزائي المشاهدين، لسه المشاكل والأسئلة اللي جات لسيدنا لسه ما خلصتش، فهنكملها مع حضراتكم في الحلقات اللي جاية. أنا ختاما بشكركم وأشوفكم على خير وحلقة جديدة من مشورة أسرية.